حديث الخميس اليوم نخصو الحديث عن مؤشر ديال تمكين المرأة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وارتباطها بالزيارة ديال ابنة الرئيس ترامب لإطلاق مشروع ديال الوكالة ديال الألفية الثالثة الرامي إلى تمكين المرأة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الشيء جاء تزامنا مع المشروع الملكي الذي أوصى بضرورة تصفية الوعاءات العقارية اللي كتعرفها البلاد، وفي نفس الوقت الاهتمام بالجماعات السلالية وتمكين المرأة القروية في العالم القروي من حقها في الإرث في الجماعات السلالية. كما تعرف الجميع الإخوان أن المرأة في المغرب فيما يخص الحقوق ديال الجماعات السلالية كان موقفا لعدة اعتبارات أنها ما كانش كتستفد من الحق ديالها في الإرث كواحدة من الأسرة ديال ذوي الحقوق. هذه العملية ماشي احتاجت بنت ترامب عاد تم تبني هذا المشروع، هذا بالعكس أن المملكة المغربية خدات خطوات كبيرة وسابقة في هذا الأمر. هذا أولها كان أن وزير الداخلية السابق عصاد وجه رسالة إلى المؤسسة العلمية المجلس العلمي الأعلى وطلب منه فتوى حول حق المرأة السلالية في الإرث، وكان الجواب واضح لدى الأمانة العامة للعلماء وأقرت بأن من حق المرأة السلالية أن تتمتع بجميع حقوقها في الإرث بما في ذلك في الأراضي ديال الشموع. هذه العملية تحولت من إطارها النظري إلى إطارها التطبيقي، وتجسد مع أول ولية كنعينها صاحب جلالة نصر الله زين بن العدوي بمنطقة الغرب بالقنيطرة، وطبقت هذه الفتوى ديال المجلس العلمي الأعلى ومكنت المرأة السلالية بالمهدية وبأولاد وجيه وبالقنيطرة من حقها في الإرث كامرأة لها جميع الحقوق القانونية وفق للمواثيق الدولية وللنصوص التشريعية الإسلامية. اليوم الوكالة الألفية الثالثة في إطار الاهتمام بالمرأة وضعت واحد الاتفاقية اللي تصدت لها أكثر من 6 مليار دولار في إطار اتفاقية بين الداخلية والوكالة الألفية من أجل تمكين المرأة من جميع الحقوق الاقتصادية. وبطبيعة الحال كما يمكن اللي خصنا نعرفه مزيان هو أن هذا المؤشر هذا الآن المغرب يستطيع مستقبلا أن يعني يتجنب هذه الملاحظة التي تقرر جميع تقارير منظمة الأمم المتحدة بأن المغرب من شروط التنمية دياله هي تمكين المرأة القروية، هذا تجسد في جانب الإرث والجانب الحقوقي، لكن لا زالت الحقوق لدى المرأة يعني تحتاج إلى مجموعة من المراجعات في النصوص القانونية، ولا سيما الآن في الحق ديالها على مستوى المناصب العليا والتمكين ديالها في المؤسسات السياسية. يعني لابد من أننا خصنا نرقاو إلى مستوى المناصفة ومقاربة النوع، وهذا ما يسعى إليه المغرب جاهدا وسيتحقق في القريب العاجل. وإلى حديث الخميس المقبل.